المواطن المصري نوصل لكل احتياجاته. احنا عندنا مجال كبير جدا من التعاون ان شاء الله نأمل ان هو ان احنا نوصل في المحافظات كلها. المبادره بتتكلم عن التسهيل على المواطن المصري اللي موجود في المحافظات اللي هو عنده نوع من انواع يعني المحدوديه في استخدام يعني التكنولوجيا او التواصل مع المؤسسات الحكوميه. اعضائنا في المحافظات المختلفه ان شاء الله نساعد على اهلنا، هيجوا يعني هيجمعوا كل الطلبات المستحقه وهنعرضها ان شاء الله تاخد يعني مجال من التواصل والتعاون مع حضرتك، وان شاء الله الطلبات دي كلها تتحقق. يمكن في الفتره الاخيره احنا شفنا من ساعه ما جه السيد الرئيس في اخر 5 أو 6 سنين من 2013 لحد النهارده احنا شفنا ملف تمكين الشباب زي ما حضرتك قلتي. الملف ده الدوله المصريه بذلت فيه مجهود كبير جدا وكانت من ثمار منتجات شباب العالم كلها ومؤتمرات الشباب والكيانات الشبابيه اللي طلعت واللي اتولدت يعني من رحم التنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين. والحمد لله التنسيقيه يوم عن يوم بتثبت وجودها على الارض وبتثبت انشطتها. احنا عندنا 48 برلماني منقسمين ما بين اعضاء مجلس النواب ومجلس الشيوخ موجودين على ارض الواقع. التنسيقيه بشبابها بتقدر تبصر المواطن المصري وتقدر تعرف احتياجاته المشروعه، ومن هنا جت ان احنا نتواصل مع الاجهزه التنفيذيه. وده يعني مبادرة ما بين طرفين، طرف حكومي، انا ما بتكلمش بصفة الحكومية، احنا مصريين، طرف مصري وطرف مصري ما بين كيان سياسي وكيان تنفيذي. هدفنا الأول زي ما حضرتك قلتي هو المواطن المصري والدولة المصرية، وإن احنا نوصل لاحتياجاته وإن احنا نحقق مصالح أهلنا في مصر. ويعني أنا بشكر حضرتك على التقديرة كمان الجميلة اللي حضرتك قلتيها عن تنسيق شباب الأحزاب والسياسيين وعن يعني ساعة صدر حضرتك ان احنا نتعاون فعلا لصالح المواطن المصري ولصالح الدولة المصرية. وبدعي بقى زميلي سيادة النائب عمرو يونس عضو مجلس النواب امين عضو لجنة الدفاع واللجنة العامة في مجلس النواب وامين سر تنسيق شباب الاحزاب والسياسيين لتوقيع البروتوكول مع سيادتك اللي اتصرف ان شاء الله نفعل مبادرة كلنا بنساعد في خدمة بقى بلدنا ان شاء الله.